تعريف إذن بكتابات المبدعين في حقول شتى ووجهه. إذن شكري له وللقائمين على هذه المؤسسة وكذلك لمستمعي إذاعة صفاقس. كذلك أرحب بالدكتور سمير برشاني، أعتقد 5 سنوات آخر استضافة للدكتور سمير. شكرا سي فيصل، أتوجه بالشكر الجزيل لمؤدي هذا البرنامج وعلى رأسه طبعا الإعلامي والصحفي سي فيصل القاسمي، كما أتوجه بأجمل التحايا لزميلي الدكتور محمد الشربي وزميلي الدكتور فتحي الهايدي. الأسماء ومن هم المستشارون أنا أجزته في كتاب، لم أرغب في التكرار، أجزته في كتاب فيما يخص الفترة الاستعمارية يمتد في 415 صفحة، مكتوب باللغة الفرنسية إن في لي سيزيليت les conseils municipaux et la crise budgétaire de la commune de Sfax à l'époque coloniale 1941-1956. يسيرون المؤسسة البلدية، لأنه بفعل القانون يتخلون مباشرة بعد إذن التعيين عن مهامهم وإنالتها للكاهية المفوض. هذا فيما يتعلق بالفترة الاستعمارية التي إذن تطرقت إليها، يجد القراء في هذا الكتاب كل المعطيات التي استفسرت عنها وانت مشكور. وهل هناك مشروع ترجمت هذا العمل؟ ها أنني سأتي إلى هذا الجانب. ثم فيما يتعلق بفترة بناء الدولة الوطنية وبالتحديد لدي كتاب إذن آخر أصدرته في 2011 به 447 صفحة، السلطة المحلية بمدينة صفاقس واستراتيجية التصرف في المال بين 1957-1972، وبه أيضا هذه التشكيلات التي أسميتها في كتاب آخر لاحق صدر في 2022، نجد بها إذن أسباب الأزمة المالية، وسأعود إليها لكي أفسرها في إذن بعض الجمل، لأنها استغرقت في تفسيرها دون الوصول إلى تأويلها، لأنني لا أؤمن في هذا السياق بتبني نظريات نسلطها تسليطا ظالما على واقع تونس، وإنما اكتفينا هنا بالتفسير واقتحمنا مجال التأويل لكن في حدود معقولة حتى لا نقع في التأويل المرضي على أن كل شيء له جوانب سلبية ونتعاقب إذا ما هو سلبي لكي نقدم خطابا اتهاميا. فيما يتعلق بالجانب الآخر أصدرت كتابا إذا يمتد في 290 صفحة تقريبا في فيفري 2022، والذي يحمل كتاب النخب البلدية بمدينة صفاقس 1957-1975، وبينت يعني انطلاقا من وثائق مصدرية موزعة بين عدة أرشيفات سواء كانت محلية أو وطنية أو خارجية، على أن إذا هذه النخب التي تدبرت شأن الحزام البلدي وشأن المدينة عموما، هي في واقع الأمر كما قال سي نعمان تدبرت شأن السكان داخل الحزام البلدي، ولكن كانت لها أملاء. أكبر ملكية هي هنشير بشكة الذي قامت بتسديده البلدية بشرائه وتسديده، وتم تسديده في مطلع السبعينات، وكذلك كانت لها ممتلكات إذن فلاحية بولاية سوسة في غابة بالوردنين، ولها غابة ببنبلة والمنارة، ولها غابة بالكنيس، ولها غابة بالمكنين. وإن شئت أن ندخل في شيء من جذورها التاريخية، هي اشترتها إذن الهيئة التسييرية البلدية حينما كانت بصدد سفرها إلى تونس لدفع غرامة مقاومة جهة
أسفاقس أو فلوسي جهة أسفاقس للإستعمار أنا ذات أعلمهم بأنه تم إعفاء الجهة من دفع غرامة في طريق عودته من أسفاقس اشتروا إذن في الوردانين والنارة والبنبلة والكنيس إذن وصول زيتون لكن في وقع فيما بعد التفويت فيها بالبيع بكامل قابة ولاية سوسة وهنا بطبيعة الحال نشير إلى سجل محاضر جلسات المجلس البلدي يوم 6 ديسمبر 1963 فيما يتعلق اهتماماتي إذن بما بعد سنة 1965 بواقع هذا الكتاب الذي وأنت مشكور في فترة قياسية إذن جزءا منه بعنوان لا ميونسيبالوجي أوربان أون تونيزي لا كومين دو سفاكس أون إكزامبل بين حدين زمنيين هما سنتي 1935-1975 أردته تتويج أول للكتابات الإجرائية في صيغتها إذن في صيغتها النظرية لماذا وقع اختيار هذه الكلمة هي هذه الكلمة غير موجودة في المعجم الفرنسي وإنما إذن صنعتها بالاعتماد على يعني بطبيعة الحال كلمتين الادجكتيف مينيسيبال ولوجي يعني ما سيفيكس يعني لكي لا أدعي أنني أوجدت علما جديدا وإنما هي أنا حتى تسألت في الكتاب قلت سوريتيل بوسيبل دو متر ان بلاس ان برانش دون ليستوار هل من الممكن حتى لا أكون قد تسرعت وأنا ذاك أطالب بالأسس النظرية البحتة لهذا العلم لنقل أنها شبكة لقراءة السلطة المحلية في وسط حضاري واهتماماتي المستقبلية بدأت إذن بدأت في العمل في الواقع أنا لدي كتاب كنت منذ 4 أيام وهنا أشكر شكر جزيل الأستاذ هادي السعيدي الذي قدم لي كتاب لا ميونسيبالوجي أوربان أون تونيزي وهو طاقة أيضا ويعلم جيدا له علم جيد بتاريخ تونس معاصر لأنه أستاذ تاريخ معاصر بفرنسا في لونيفرسيتي كاثوليك دو ليل وكنت قد أرسلت بكتاب إلى دار النشر لارماتان ووفتني بجواب إيجابي سأدرس فيه درست فيه باللغة العربية ترجم وأنا درست فيه عنوانه لي تيتون دو لا كومين دو سفاكس كوموندمون جيستيون اي بوليتيك entre deux dates extrêmes 1933-1956 ولكن اسمه عتات أو جبابرة المدينة لأن هؤلاء الذين تدبروا شأن المدينة سواء كان خلال العهد الاستعماري أو خلال الفترة الاستعمارية في سياقين مختلفين السياق الأول استعماري بحت غرضه تمتين السلطة الاستعمارية لأن الأوساط التي كانت تتحكم في مصير البلاد لم تكن تؤمن لا بالتفاوض ولا بالتدرج نحو استقلال تونس والمعركة تحولت يجب أن نقولها صحيح موجودة في الجبال موجودة في المدن موجودة في مستواها السياسي موجود في مستواها العسكري المواجهة المسلحة ولكنها انتقلت أيضا إلى هذه المؤسسة أيضا والدليل على ذلك لا أدل على ذلك هي بعض المواقف لبعض المستشارين سواء كان أقول زمن تعيينهم بعض المواقف كانت فعلا متماشية مع الخيارات الاستعمارية ولكن هو هناك مواقف أخرى برز فيها إذا نفس عدم القبول نفس عدم الإذعان نفس عدم الطاعة العمياء إذا لسلطة الاستعمار في السياق الثاني وهو البناء الوطني أتت هذه مشكلة مدينة صفاقس وبقية مشكلة المدن الأخرى لأنني كنت قد وجهت طلبتي في إطار ماجستير وبحوث أخرى هناك من درس مدينة المنستير هناك من هو بصدد دراسة مدينة المهدية هناك من درس مدينة سوسة هناك من درس بصدد دراسة جربة بحيث في هذا السياق أردت أن تكون الدراسات متنوعة لكي لا تكون أحكامنا أحكامنا مطلق لكن ما هو ثابت أنه في صفاقس تم تدبر وضع المدينة لفترات نيابية مختلفة ومنها التسيير عن بعد والتسيير عن بعد خلال فترتين نيابيتين هما مع عبد المجيد شاكر حيث كان إذن له اهتمامات حزبية بحتة في العاصمة وكذلك إذن كان يفوض المسؤولية إلى إذن الصيدلي صادق القرمازي لتسيير شؤون المدينة مع بقية المستشارين حقيقة ما وقع آنذاك هو أن السلطة
هذه البلدية التي تمثل مؤسسة تمثيلية، والتي في تقديري وكذلك انطلاقا من النص القانوني لمارس 1957 في انتظار تغييره في سنة 1975 يتيح مجال التدخل، وهي بالعشرات من ولادة الشخص إلى وفاته إلى ما بعد ولادته، حينما يولد نتجه المدينة، حينما يتوفى الشخص يتجه إلى البلدية عفوا، وأنا ذاك تتابعه ما بين هذه الفترات هو خاضع للضريبة مقابل الاستفادة من خدمات. هناك بطبيعة الحال أحياء استفادت من خدمات جمع، هناك أحياء لم تستفد إلا من التافه الزهيد إذن من الخدمات. وهنا بطبيعة الحال أؤكد على أن اهتماماتي لم تقف عند سنة 1975، بل أنا بصدد إعداد كتاب آخر في سياقات جديدة في مدارات جديدة، وأن الكتب التي أنجزتها في الواقع لا تكرر نفسها، لأن الأول يتعلق بسياسة التصحيح الحضري والاجتماعي، الثاني يتعلق بالتصرف في العقار وفضائيات البضاعة والمال، والثالث يتعلق بالتصرف في المال، والرابع يتعلق بالأزمة المالية زمن الاستعمار، والثاني والخامس يتعلق بالنخب البلدية وصعوبة تجاوز محلة الدين، وأتى السادس لامينيسيبالوجي، ثم الذي يليه هو عتات المدينة ليتيتان دو لافيل. ولكن لماذا هذه الأزمة الآلية؟ سي نعمان مشكور قال لما أعلنوا عن التخلص منها أو تذليلها في منتصف السبعينات حينما كان صادق قرمازي رئيسا إذن للبلدية، هي المسألة ليست متعلقة بالتصرف في زمن بناء الدولة الوطنية، وإنما هناك ديون موروثة تعود إلى الحرب العالمية الأولى. تخيلوا أن البلدية سددت ديون تعود إلى الحرب، إلى فترة الحرب العالمية الأولى، وهذا موجود في الكتاب الذي يحمل عنوان استراتيجية التصرف في المال. لكن أكبر المشاكل التي اصطدمت بها المؤسسة البلدية هي مسألة اليد العاملة والجزء المخصص في الميزانية لتسديد ما يسمى بالمصاريف الإدارية، ثم المصاريف الاقتصادية، ثم المصاريف الاجتماعية. لكن مع ذلك وأن أمكن وأن تمكننا من ذلك الوقت لمؤسسة البلدية بمدينة صفاقس فرادة. لماذا؟ لأنها حينما أرادت أن ترسي هوية لم ترسيها مثل بقية الولايات بإنجازاتها الكبيرة الصادمة التي تتمكن من تحقيق من أن تستجيب لحاجيات سكانها وتحتضن المستقبل. ما بلدية صفاقس لم تستطع أن تستجيب لحاجيات سكانها، كما أنها لم تهيئ المدينة لاحتضان مستقبلها. الشيء الوحيد الذي جعلها تنفرد هي أنها زمن فترة التجربة التعاضدية خصصت 25% من ميزانيتها للشأن الثقافي والاجتماعي، وإن شئتم سنعود إلى ذلك بعد. نعم، من ناحية تاريخية أستاذ دكتور فتح العايدي، لبر يعد تقديم هذه المجموعة من الكتب مسؤولية كبيرة، لأن ذلك يتطلب إلماما بكل جزئيات هذه المؤلفات التي كتبها الأستاذ على امتداد تقريبا 16 سنة، أي بمعدل كتاب كل سنتين ونص تقريبا. وهذه المؤلفات لو قمت بإحصائها هي في الحقيقة تعد أكثر من 2000 صفحة باعتبار المتن والفهارس، وهذه هي أعمال حقيقة ضخمة. لقد فسح المجال صديق محمد للقراء لقاءات تاريخية حول مؤسسة تمثيلية أو نيابية وتاريخ محلي خلال فترتين منذ الثلاثينات، يعني فترة استعمارية منذ 35 وفترة الاستقلال، ولو أنه ركز في 4 كتب وكلها بالعربية على فترة استقلال من 57 إلى فترات 69-72-75، وركز في الكتابين باللغة العربية، سواء كتاب إنفيل بالفرنسية عفوا، سواء كتاب إنفيل أي سيزيليت دي كونسي تتراري من 1943 إلى 1956، والكتاب الثاني لا مينيسيبالوجية يوربان أنتينيزي
كان بين 1935 و 1975، وطبعا هذه الحدود الزمنية لها تبريراتها وربما أفسرها وربما قد سيفسرها الدكتور. الدكتور نعم. في حق الأمر ما يمكن البدء به وأن الدكتور قد وفق في ربط هذه المؤسسة التمثيلية بالتاريخ السياسي كما قلت في فترتين، فترة استعمار وفترة استقلال، وأبرز دور هذه المؤسسة وتأثيرها في المجال والمجتمع والسياسة، وكانت بذلك دراسة وافية ومستوفية لشروط البحث الأكاديمي، وهذا مهم. يمكن أن نؤلف عشرات الكتب، لكن تأليف كتابين أو ثلاث كتب بحسب الشروط الأكاديمية فهذا يعتبر إنجازا ضخما. كما تبرز أهمية أعمال الباحث في التركيز كما قلت على مؤسسة نيابية لها علاقات متينة بما هو محلي وما هو مركزي، واهتم بإنجاز هذه المؤسسة قلت من جوانب عديدة، تناولت التصحيح الحضري والاجتماعي واستراتيجيات التصرف في العقار وفضاءات البيع والتصرف في المال، وكذلك ركز في كتبه الأخيرة على النخب البلدية وهذا مهم جدا، وطريقة ارتقائها إلى السلطة وتأثيرها في المحيط البلدي ومدى ارتباطها بالسلطة سواء السلطة الفرنسية إلى حد 56 أو بالسلطة البرجيبية أو كما يسميها سي محمد بسلطة الحزب الدولي. هذه المؤلفات في الحقيقة تحيلنا وخاصة الأخير إلى بعض الملاحظات. أولا الاعتماد على التاريخ المحلي وباعتباره لبنة من لبنات كتابة التاريخ الشعبي، وهو على اختلاف أجناسه يشهد حركية داخلية خارجية فيتأثر في مسار تشكله كما ذكر الأستاذ في كتابه بالسياسة العامة وبالقرارات المركزية وبالمخططات القصيرة والطويلة وبفترات الطفرة والهزات وبسنوات الرخاء والهزال وباختيار باختيارات المؤسسات المحلية والفاعلين فيها، هذا كما ذكر الأستاذ محمد الجر. وفي نفس الإطار في إطار تعريف ما يسمى بالتاريخ المحلي يذكر كذلك منصور إذن مرجومة حول بلدية مدريسة وهي بالجزائر الماضي والحاضر، يقول هذا التاريخ وليس وليد الطبيعة أو العادة، لقد تمت قولبته بواسطة تدخلات الدولة والعلاقات التجارية بالإيجار والتجارة. وكذلك يذكر في كتابه أنه يمكن اعتبار المحلي حقلا ثقافيا تجد من خلال مختلف الجماعات الاجتماعية مكانا أمثل للتعبير عن هويتها وثقافتها. إذن التاريخ المحلي هو مهم جدا في هذا النوع من الدراسات. نعم، لماذا التركيز على هذه النوع من الدراسات كما قال الدكتور سمير البرشيني أستاذ محمد؟ شكرا، أجدد شكري من جديد إلى كل إذن المستمعين وإلى إذن زميلي اللذين إذن لم يترددا في إذن الاستعداد لهذه الحصة. هو في حقيقة الأمر انجذابي إلى هذا الحقل لا يعود إلى إذن سنة إصدار أول كتاب الذي وسمته بالمؤسسة البلدية بصفاقس دراسة في سياسة التصحيح الحضري والاجتماعي، ثم تلته دراسات أخرى على امتداد إذن أكثر من عقد ونصف، وإنما أنا بصدد دراسة إذن مسألة هامة جدا تتعلق بالتاريخ السياسي للبلاد التونسية وبالتحديد للحزب الدستوري القديم أو ما كان يسمى إذن في تلك الفترة اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي. نعم.
أثار انتباهي هي أن المجالس النيابية هي من أمهات القضايا التي إذا تطرق إليها الوطنيون، واعتبروا أن مثل هذه المؤسسات لا يجب أن تكون حكرا على الفرنسيين أو على من يتم تعيينهم هكذا، لأنهم منذ البداية منذ الوهلة الأولى رفضوا إذا هذا المبدأ في تسيير المؤسسة المحلية. ثم إذا ازداد انجذابي حينما عددت إذا دكتوراه باللغة الفرنسية ويتعلق بلا بروتكسيون دانديستري فرانسيز سي انسيدونس او المغرب دون لونتر دو غير لي كاد لا تونيزي دو الجيري. وانا ذاك تفطنت إذا الى ان المسألة إذا لا تتعلق بسياسات عامة فقط، وإنما على المستوى إذا الجهوي والمحلي تتعلق بفاعلية هذه المؤسسات النيابية، منها إذا الغرفة المختلطة إذا الفلاحية التجارية، ثم كذلك إلى جانب المؤسسة الأمنية والمراقبة المدنية هناك المؤسسة البلدية. حينما إذا ترسخت الفكرة عندي، إذا كنت بطبيعة الحال منكب على دراسة المدونة المتعلقة بالمؤسسة البلدية، وهي مؤسسة ليست وافدة في الواقع، لم تأتي مع الاستعمار في البلاد التونسية، وإنما كانت لنا تجربة في البلاد التونسية تعود إلى سنة 30 أوت 1858 بتأسيس بلدية الحاضرة التي تولى رئاستها الجنرال حسين. ثم بطبيعة الحال تم تأسيس العديد من البلديات، وبالتحديد في إذن مدينة صفاقس إذن أسست بلدية يوم احتلال إذن، وهذا رمز كبير، 16 جويلية 1884 تأسيس بلدية صفاقس وسوسة، ولكن في نفس الوقت اختيار 16 جويلية بالنسبة هو تاريخ احتلال المدينة، هو تاريخ اليوم الأول من اقتحام المدينة إذن وفرقعتها، وإذا تلك الأيام العسيرة التي عاشها سكان إذا صفاقس وظاهرها كانت عسيرة جدا. لماذا؟ بطبيعة الحال لأن الأمر يتعلق بسيادة البلاد وبالوجود إذا التونسي في جزء من أجزاء البلاد التونسية. تعددت كتاباتي، فأثر كتاب الأول أصدرت كتابا آخرا يتعلق بمرحلة إذا ما بعد الاستقلال حول إذا الاستراتيجية التصرف في العقار وفضائيات البضائع والمال، وكنت وأنا بصدد إذا مناوشة هذه المصادر إذا أتفطن إلى أن كل المتدخلين من مستشارين بلديين وغير بلديين يؤكدون على أن هذه المشاكل التي تصطدم بها النخبة البلدية في تسيير إذا الحزام البلدي إذا تعود إلى العهد الاستعماري. ففضلا عن ذلك قلت لي أتقدم أكثر، وأنجزت كتابا آخر يتعلق باستراتيجيات التصرف في المال، إذا ما هي المشكلة في مدينة صفاقس. اعتقادا مني أن معرفة تاريخ الشيء هو جزء من حقيقته وعامل لتقييمه. أنا ذاك تفطنت إلى وجود أرشيف موزع بين صفاقس، أرشيف الوطني مشكورين المقائمين على الأرشيفات، وكذلك الأرشيف المستجلب من فرنسا وحتى بفرنسا. وإذا اتضح لي آنذاك أن المسألة تتعلق لا بوجود إذا بلدية داخل الوسط الحضري فقط، وإنما هناك مشروع استعماري واضح بدأ مع إذا دخول الاستعمار ودق شوكه في جسم البلاد التونسية بوسائل عديدة، منها المؤسسة البلدية التي وظفت زمن الاستعمار لخدمة إذا المصالح الاستعمارية قبل أي مصالح أخرى. وفي هذا إذن السياق بطبيعة الحال أنتجت كتابا باللغة الفرنسية وهي إنفيلي سيزيليت، مدينة ونخبها، لي كونسي مينيسيبو اي لا كريش بيدجيتير دو لا كومين دو صفاقس، دونك المستشارون البلديون المجالس البلدية وأزمة المالية لمدينة صفاقس بين حدين زمنيين، وهما سنتي 1943 1956. وهنا أشكر إذا كل من قام بمراجعة إذا كتاباتي سواء كان باللغة العربية أو الفرنسية. للحقيقة أستاذ سي الحبيب بن صالح وهو مشكور بطبيعة الحال، وكذلك الأستاذة الفاضلة روضة علوش التي إذا كانت قد قرأت آخر
كتاب. لكن الحقيقة هو لماذا انجذبت إلى هذا الموضوع؟ لأن المشروع الاستعماري قد أوجد بواسطة القانون صنفين من المؤسسات البلدية، ما يسمى البلدية الحضرية والبلدية الريفية. بخاصة أنت البلدية الحضرية هذه الموجودة في المراكز الحضرية معروفة زمن إذا إنشائها، ثم إذا هناك دراسات وجهت إليها طلبتي لإنجازها، وهناك من سبقني في واقع الأمر. لا أقول أنني الوحيد الذي اقتحمت هذا المجال، وإنما هناك أسماء إذا سواء كان في العاصمة أو في مدينة صفاقس ممن إذا اقتحم هذا المجال وإذا بذل فيه جهدا. أذكر سعد جيب العباس، أذكر في رضا قلال، إذا هم من تناولوا إذا المؤسسة البلدية، لكن في من وجهة نظر أخرى وفي فترات زمنية تختلف عن التي قمت بدراستها. وهناك من تحدث عن هذه المؤسسة، لامسها إذا في دراسته عن النخب. بطبيعة الحال هنا ممن يجب أن أذكر به سياد بالأزمة التي تخبطت فيها بلدية صفاقس. نعم، هناك سببين أساسيين. أولا ما تركته الحرب العالمية الثانية من دمار، وهذا أجبر بلدية صفاقس على ما يسمى بإعادة البناء. الفترة نفسها تسمى في الهندسة المعمارية لا بيريود لاشتكتيو دو لا ريكونستركسيون، هي هندسة إعادة البناء، لأن الحرب قد دمرت لكنها دمرت وقصفت أساسا ما يسمى بالبلاد السوري، يقولوا صفاقس يعني المدينة الجديدة يعني المدينة الحضرية. نعم، فقامت بمحق ما يسمى بالربض القبلي آنذاك، هو المنطقة المجاورة قدام باب الديوان. نعم، وهناك صور جميلة لهذا الربض قبل تدميره، وصولا إلى التحفة الفنية الرائعة والمميزة المسمات بمسرح صفاقس، المسرح البلدي. نعم، مش المسرح الحالية. نعم، مسرح دمرة. دمرة تماما. أي هو كان تقريبا بين ما يسمى بقهوة تونس حاليا وقهوة لا ريجونس. نعم، بجانب يعني ذاك البنك المغرب بدون ما نذكر الاسم حاليا. والطبيعة ذاك المسرح فقط هو من إنجازات المهندس المعماري المتميز فيكتور رافائيل جيع. رافائيل جيع الذي يعد أب الهندسة المعمارية. طبعا هناك دمار، هناك محق لعديد المباني، المعالم، العمارات، كنيسة إلى غير ذلك. هذا تطلب تمويلات، والبلدية لم تتأخر في إعادة البناء. كذلك هي قامت ببناء ما يسمى حاليا نسميه نقول سوق الحوت، سوق قريع، هذاك سوق الأسماك وسوق الخضر. هذاك تم في بداية الخمسينات، تمويلات أشرفت عليها البلدية كل اللي نشوفوه حاليا قدام باب الديوان تقريبا إلى حدود مقهى ريجونس كلها قد تم بناء، وهذا تطلب تمويلات ضخمة. كذلك هناك نقطة أشار إليها سي محمد ويمكن أن يتوسع فيها إذا أرد ذلك، هي بعد 53، يعني بعد 53 شعرت المجموعة الفرنسية الأوروبية الماسكة بالسلطة البلدية ربما نقول بقرب نهايتها، فلم يعد التصرف في المال كما كان من قبل. وقد وجدت ذلك في كتاب سي محمد، قال أن هناك ربما استسهال وما أخذ قروض، يعني أن هناك الصرف لم يكن محسوب كما كان من قبل. تقريبا هذه هي النقاط في اعتقادي تفسر سوء التصرف هذا. لكن يبقى التساؤل كما ذكر سواء سي محمد أو سي فتحي أو سي نعمان، بعد الاستقلال هناك ملكيات عديدة، هناك عقارات وخاصة عقارات وأراضي كثيرة، أراضي بشكل. هذه سي محمد اللي كانت عند
عائلة بوشي عند أوري بوشي ثم هاري بوشي ولا ثم ابنه جون هو الأب أوري هو صاحب الشركة ثم ابنه جون الذي تولى ثم توقع التفويت فيها في إطار عقد بينه وبين إذن المؤسسة البلدية التي تكفلت بشرائها وتسديدها على أقساط تسديد يعني قيمة الشراء على أقساط. هاري بوشي هذا وزير وزير بفرنسا وقد اشترى ممكن نقول من أكبر ضيعة في صفاقس تمسح ما يقارب 10,000 هكتار 36,000 أصل زيت يعني الهكتارات يعني تقريبا 9,962 أو 62 نسيت رقم في حوالي 10,000 هكتار ضيعت بشكا. ثم بداية 1925 تكونت شركة بوشي وأشرف عليها كما ذكر السي محمد ابنه جون بوشي. طبعا هذه الأرض اشترتها البلدية وهذا ما أثار إشكالا كبيرا. اشترتها بقوة الاستعمار عندما يعني قبل اشترتها يعني في الفترة الأخيرة من الفترة الاستعمارية نعم أو في البداية لكن منذ البداية طرح المشكل كيف ستسدد ثمن هذه الأراضي. لكن التساؤل يبقى مطروح كذلك أن هذه الأراضي الشاسعة وعدد الزيتين وما فيها من ما يسمى بأشجار الرقيق وغيرها أين ذهبت الأموال المحاصيل؟ يعني هناك فساد ليست لي في الواقع المخبر المناهج التأويلية وهي بطبيعة الحال من الباحثات التي إذن يفضنا طاقة نعم وحيوية يفضنا طاقة وأنا أجدد شكري لها على إذن هذه المجهودات التي تبذلها لأنه مثل ما أوشان بالنسبة للحقول التي ندرسها في التاريخ فأن إذن حقل التأويل الذي يستدعي مؤهلات كبيرة لأنه يجمع بين الفلسفة يعطيك صحة بالفعل بالفعل وهذا ليش أنا قلت لا مناص اليوم لا مفر من أن لحظة تحديث الكتابة سواء كان النقدية الأدبية أو التاريخية لابد إذن أن نعود إلى هذه المدارس خاصة دكتورة هذا تمت بنصوص حديثة جدا على غرار رواية ما يتحيي للكاتب محمد معلن قلت من التي يعني يفضنا طاقة في هذا المجال ونعتقد أنه لا يمكن أن ننغلق على أنفسنا ونترك جانبا ما توصل إليه الفكر البشري في تناول القضايا الأدبية أو الإنسانية أو ما إلى ذلك من الحقول وهي مشكورة من جديد. المعطيات التاريخية لكي يتسنى لنا إذن أن نعيد تركيب إذن أو بناء تلك الفترة على أسس حيادية لأن غرضنا ليس أن نقدم خطابا اتهاميا أو خطابا مناقبيا وإنما نبقى على مسافة ودورنا لسنا قضاة بطبيعة الحال كمؤرخين نحلل نفسر نؤول للملأ. فيما يتعلق بمسألة الحزب الدولة الواقع هي وقع إشاعة استخدام إذن هذا المصطلح المركب بعدها يعني أن غير الحزب الحر الدستوري الجديد اسمه وأرسى إذن اسما جديدا لحزبه وهو الحزب الاشتراكي الدستوري بناء على قرارات المجلس الملي إذن لهذا الحزب وبطبيعة الحال هذه القرارات التي اتخذت أرست سلطة الحزب الواحد فأصبح منذ 1964 يسمى بالحزب الاشتراكي الدستوري. ولكن لماذا نسمي نطلق إذن هاتين الصفتين على هذا الحزب الذي تولى تسيير شؤون البلاد؟ لأنه بالفعل منذ انتخاب المجلس القومي التأسيسي رغم التعدد الموجود نظريا سواء كان ممثلي اتحاد العام والشغل أو ما يسمى بالمنظمات المهنية الوطنية لم تكن لها رؤى تختلف اختلافا عن قرارات الصادرة
عن أعلى سلطة لديك ديوان سياسي، وخاصة عن صادرة عن بورقيبة حزب الحكم، ولذلك حتى هو هم يقولون أنه سنة 1957 في 5 مايو إجراءوا الأولى انتخابات البلدية بوغتوا وصدموا بأن هناك أناس لا ينتمون إلى الحزب الحاكم وتقدموا إذن بترشحاتهم وشاركوا إذن في هذه الانتخابات، وهناك من فاز إذن داخل المجالس البلدية. نعم. بالنسبة إلى الحزب الذي كان يحكم البلاد، هو في واقع الأمر انطلاقا من نظام جمهوري أسس وأعطى صلاحيات واسعة أيضا لرئيس الدولة، ولكن بورقيبة بقدر ما كان حدثيا في نظرته إلى اقتصاد البلاد، إلى التعليم، إلى الصحة، إلى أشياء أخرى، لم يكن حدثيا على المستوى السياسي. أخلى، وأعيدها وأقولها، أخلى الساحة السياسية من كل معارضيه ومن كل منافس له، بدليل تطبيق الحظر على الحزب الشيوعي التونسي، بدليل المضايقات والمطاردات والملاحقات التي شملت إذن قيادات الحزب الدستوري القديم، أي اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري، وكذلك اليسار الذي اضطهد. وبطبيعة الحال لدينا هنا، استخدمت إذن في الكتاب القبل الأخير الشهادات الشفوية، سواء كان لحركة بيرسبكتيف أو لحركة إذن الحزب العمال التونسي. إذن في هذا السياق حقيقة ما طبق في تونس، تونس إذن كانت زمن الاستعمار بها أحزاب سياسية تونسية، وكانت تكافح وتواجه الاستعمار بالقلم إضافة إلى عملها الميداني، لكن ما ارتقت إذن هذه النخبة التي ناصرت بورقيبة والتي أسست لدولة جديدة، دخلت في نزاعات، نزاعات مع أنصار صالح بن يوسف، نزاعات من كل من عارض اختياراتها. ولا أدل على ذلك أن بورقيبة الذي بنخبه إذن أو بالنخبة الضيقة التي كانت تتدبر شأن البلاد، كان على يقين على أن هناك رضا وهناك عدم رضا، ودليل على أنه صاغ طريقة أخرى لتسيير شأن البلاد هو تحقيق التناسب الإداري السياسي داخل المؤسسات التمثيلية. فنجد في نفس الوقت رؤساء البلدية أعضاء في المجلس القومي التأسيسي، ورؤساء البلدية أعضاء في مجلس الأمة، وهم يمثلون جسرا بين المركز وبين إذن الجهات، وكان أغلبهم متغيبا يسير البلدية عن بعض، وبطبيعة الحال هذه من مساوئ التسيير. كل هذا لم نكتشفه من الوثائق المخطوطة وإذن المنشورة، وإنما اكتشفناه حتى من الشهادات الشفوية. الشيء الجميل هو أن الذاكرة تمسك بالميت كما تمسك بالحي، لكن الخطأ الذي وقع ولا زال واقعا إلى اليوم هو أن ذاكرتنا إذن لم نقم بتجميعها. وللأسف أن الفاعلين في الشأن السياسي مثل ما الشأن النقابي، مثل ما إذن حقول أخرى، برغم المجهودات المبذولة من المعهد الأعلى لتاريخ تونس المعاصر الذي كان يحمل اسما آخر قبل هذا، وكذلك مؤسسة ميمي، وكذلك من بعض الزملاء الذين عن طريق مؤسسة إذا يقومون إذن بهذا العمل، هناك إذن جيل بأسره إذن لما يقع استغلال وجوده للإنصات إليه والاستماع إليه. وإنما كما تعلم هناك من تقدم في السن والذاكرة يدمرها النسيان، ولكن شيء آخر نساه هؤلاء القائمون على الذاكرة التونسية، أن الموت يداهم ولا يعلن عن قدومه، فماتت معهم شهادتهم ومات معهم تاريخهم وجزء من تاريخ للأسف الشديد. فيما يتعلق بالجانب الإيكولوجي أو الجانب البيئي، حقيقة هو سؤال وجيه، وأنا كنت قد ذكرت في أحد كتبي أعتقد الكتاب الثاني في مسألة تعامل المؤسسة البلدية مع البيئة، كانت النخب متفتنة لضرورة إرساء شركة تقوم برسكلة هذه الفضلات التي كانوا يقبرونها ثم يتم ردمها، وأعطيك إذا إن شئت أين كان يقبرونها ثم يتم ردمها، ولكن قالوا تساءلوا إلى متى سيتواصل هذا الأمر، خاصة وأن المدينة ضاقت بأحياء وهو اختيار سيء. لماذا؟ لأنه هؤلاء الذين تولوا شأن المدينة بقدر حرصهم على تطبيق تعليمات المركزية، بقدر حرصهم على أن تكون لهم رؤية
أنا لم أرى من خلال المدونة إلا صوتين اثنين ارتفع ضد الاختيارات المركزية، وهو صوت حسين بلاش صوت أحمد بالأسود الذي كان يرفض هذه القرارات، الذين رفض القرارات المسقطة. ولكن في نفس الوقت كانت المسألة مطروحة منذ ما قبل ارتقاء البلاد التونسية للاستقلال وطرحت بصفة يعني حادة، ولكن مع ذلك قامت بالتصرف فيها إما استغلالا مباشرا أو التفويت فيها بالعقد لاستغلالها ثم استرجاعها ثم أعادتها إلى وزارة الداخلية ثم استرجعتها. ولديكم جميع التفاصيل في الكتاب الذي صدر سنة 2010 والذي يحمل كتاب عنوان السلطة المحلية بمدينة صفاقس بين سنتي 1957-1975. تحدثت فيه وكتبت بعد أن أغرقت النظر إذن في المدونات التي تتعلق بهذا العنوان، تحدثت في استراتيجية التصرف في العقار وفضائيات البضاعة والمال، تحدثت عن العقارات الفلاحية أين توجد وكيف وقع التصرف فيها، ولكن في نفس الوقت تحدثت عن فضائيات البضاعة والمال اللي هي الأسواق بطبيعة الحال. المشكلة بالنسبة إلى النخبة البلدية التي إذا ارتأت هذا الحل بشراء الضيعة هي أنها لم تكن قادرة على مواكبة المواسم، مواسم الأعداد، موسم الأعداد الفلاحي، موسم جني الزيتون. تعلم جيدا أنه أثناء جمع زيتون تتكون قرية هناك لا تقل عن ألاف يعني الأشخاص يتكفلون بجمع الصابة، ولكن لا نجد داخل هذه الضيعة إلا 13 مسؤولا، وبطبيعة الحال هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، فتكفل بذلك الكاتب العام بلدية وما إلى ذلك، لكن في آخر الأمر يقع التفويت فيها بإعلان مناقصة وتجني البلدية بطبيعة الحال مقابل الصابة الموجودة بهذه الضيعة. المهم هنا أن مؤسسة البلدية بمدينة صفاقس وهي ليست التي الوحيدة، ولكن ما كان يميزها هي أن كانت لها رؤية في الاستثمار الفلاحي وفي الاستثمار في بعض الشركات سواء كان داخل المدينة أو قبالة المدينة، ساهمت أيضا في شركات أنشئت في جزر قرقنة وكذلك في بعض المؤسسات السياحية. وما يمكن أن أذكر به هو أن البلدية استثمرت فأرست 3 شركات، ولكن للأسف مآلها كان الإعلان عن فسادها، مثل شركة العقارات، شركة مواد البناء وشركة البناء. هذا الجانب بطبيعة الحال السلبي، لكن لا يغطي الجانب الإيجابي، لأنه البلدية هذه قامت بدور اجتماعي، قامت بدور بيئي، قامت بدور إذن اقتصادي بتهيئة وبين ذلك، استجابت بصفة متفاوتة لمطالب سكان الحزام البلدي. ولكن بقدر ما نجد بلديات أرست هوية في بعض المدن مثل سوسة، مثل بنزرت، مثل المرسى، مثل العاصمة، فأن في بلدية صفاقس للأسف هويتها سياسية أكثر منها هوية. فرضت بها بلدية صفاقس أنها ساهمت في بناء دار الحزب بالعاصمة في منطقة 29 بأموال يعني دافعي الضرائب، وهذا وثقته، إيه وثقته، أنا نجم نمدك بالكتاب وفيه محضر جلسة بطبيعة الحال، أي وموجود في استراتيجية التصرف في المال. بقي فيما يتعلق بالشعب هي ليست لدينا، لأنني لم أطلع على بعض المحاضر الجزائية، طلعت عليها كلها سواء كان المخطوطة أو البرقونة والموجودة في الأرشيف الوطني أو أيضا أصدائها، لأن عندنا أرشيف آخر أرشيف السفارة الفرنساوي اللي كان فيه تفاصيل لا تترك لا شاردة ولا واردة إلا ونجد لها أثر على ما يجري في تونس، والآن أصبحت متاحة بعد أن أفرج عنها لفائدة الباحثين وهي في مدينة نانت. الشيء الذي أؤكده لك وهو هنا يعني أستدعي بطبيعة الحال الوثيقة التي أؤكد من خلالها على أن الاختيارات كانت اختيارات مملات من المركز، ودفعت الهيئات البلدية والنخب البلدية إلى تطبيقها منها التشغيل الكلي. يعني هذا ما يفسر الأزمة المالية للمؤسسة البلدية، لأنها لم تكن قادرة على تسديد رواتب كل الموظفين والأجراء والعمال الوقتيين، بدليل أنه حينما غرقت المؤسسة البلدية في الديون واستعصى عليها
تسديد ديونها. هناك جلسة حضرها واليس فاقس لدي البكوش بعد أن استفحل الأمر إذن في الجانب المالي. هذا نعطيك الجلسة يوم 28 فيفري 1972، وحضر جلسة لدي البكوش، حضرها زكريا بن مصطفى عن الإدارة الجهوية والمحلية، وحسين بوزفارة، وقاسم بوسنين الكاتب عام لجنة التنسيق الحزبي، ومحمد العبيدي معتمد صفاقس، وحمودة يعقوب القابض البلدي، والحبيب كمون مراقب المصاريف. ماذا قال إذن هؤلاء الذين أتوا لإغاثة المدينة علهم إذن يجدون حلولا استعجالية للأزمة المالية ولكيفية تسديد الديون؟ أولا كانوا يستخدمون ما يسمى بهذاك الركن المتعلق ميزانية بالمصاريف الطارئة، يوضي يسددون بها أجور العمل الوقتيين. ثم في كان هناك صراع، وصراع قاده في بدايته لحبيب عاشور حينما كان مستشارا بلديا ويدافع عن منظوره وله حق بذلك على أن من انتدب يجب أن يرسم، وقانون إطارات الموظفين والعمل لا يحدد عدد الموظفين والعمل، ولكن وقع تجاوزه بنداء من مرقيبة وتسليط قرار والتشغيل الكلي، ففتحت البلدية أبوابها للانتداب وظلت تعاني إضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بالموارد المالية. هذا بطبيعة الحال موثق، ولكن في مسألة هل فرط الحزب في مقرات أو أعطاها هيبة لكي تشتغل إذن هذه الشعب ذات الصبغة السياسية. أقول لك في حديث لإذاعة صفاقس في 66 قدمه صادق القرمازي، يقول في هذا الحديث، ولدي إذن بطبيعة الحال محتوى الحديث تاريخ هذا الحديث 66، سأعطيك إذن بالضبط الجلسة إن كانت ذاكرتي لم تخني، بتاريخ 23 فيفري 1968، يقول أن البلدية هي خلية من خلايا الحزب، حزب الدولة، مش أنا جبتها، هو قال حزب الدولة، احنا قلنا الحزب الدولة. ده هذا جانب أول. ثم جانب آخر بطبيعة الحال لابد من التأكيد عليه، هؤلاء الذين أتوا من تونس للنظر في وضع محلي هم مسؤولون في درجة من درجات على ما آل إليه الوضع المالي، ولكن كانت العلاقة المؤسسة بين البلدية وسكان الحزام البلدية ضريبة، والضريبة هنا بطبيعة الحال لم يكن من السهل استخلاصها كلها، لأن هناك تمييزا واضحا في الاستفادة من الخدمات البلدية تنويرا وتجهيزا وصرفا للمياه المستخدمة. ولكن ما الذي دفعها والذي أوصلها إلى هذا الحد؟ كل النداءات التي كانت تصدر من المركز يطبقونها دون معرفة تبعاتها المالية، يتدخلون في الشأن التربوي بترميم وأصلاح المدارس، في الشأن الصحي لإغاثة المستوصفات، إغاثة الفقراء وهذا جانب اجتماعي هام جدا، إغاثة هؤلاء الذين يتضررون من الأمطار وهي نسبة كبيرة من الشعب. والمشكل الكبير هذا هو المشكل الكبير للبرشة من الناس ما يعرفوهاش، وهو موجود بالوثيقة. بورقيبة حينما أتى إلى صفاقس يعني قال شنو الوضعية السكنية، وصفاقس كعديد من المدن كانت تعيش أزمة سكنة، فأوجدوا حلولا لك مع الحلول أوجدوا مشاكل. أول شيء تم اختراق الربض 3 أرباط لعويد زنقة بن سعيد وربض القويبسية، ولكن تم تهيئته لا على حساب الدولة. بورقيبة وقت أذن بإعانة تقريبا 500 دينار في ذلك الوقت، ولكن البلدية تكفلت أيضا هي ببعض المصاريف التي أثقلت كاهلها. زد على ذلك أنه من تم إخراجهم من هذه الأرباط تم إيوائهم في ما يسمى بالأحياء التعويضية في السلطنية وفي حي المحارزة هنا بحثنا في ظهير الإذاعة، ولكن في نفس الوقت طرحت مشاكل أن لهؤلاء أن يسددوا إذن قيمة العقارات، فوقع تسديدها على امتداد عقود بالتقسيط. هذا فضلا عن مشكلة ظلت قائمة
وهنا يمكن أن نعود إلى صندوق النقابات التي كانت تدافع عن منظورها على أنها في آخر الأمر حينما استحال عليهم حل المشكل تسديد الأجور وجدوا حلولا مع المؤسسات التي تفوز بالصفقات لكي تدمج هؤلاء ولن تتكفل بهم مستقبلا المؤسسة البلدية. يعني منذ الوهلة الأولى كانت هناك مشاكل مالية موروثة وازدادت، ولكن أعلن عليها الصادق القرمازي في 75 في جلسة رسمية عادية غير استثنائية على أن البلدية تخلصت إذن من ديونها، لكن هذا التخلص هو بمثابة الحلم لأنه سرعان ما تبخر وحالة اليقظة عادت البلدية من جديد إلى ما يسمى الصعوبات المالية. والدراسة التي ستلي سنة 1975 تؤكد على أن الاختيارات تغيرت، ولكن الأمر الذي إذن نكتشفه من خلال المدونة المصدرية المتعددة سواء كانت تونسية أو أجنبية، والأمر الذي إذن نصل إليه هو أن الاختيارات هذه في الواقع إن كانت مملاة من المركز فلم يواجهها المستشارون البلديون بالرفض إلا اسمين اثنين، وأنا قد إذن عرفت بهما وجدت فيهما على أن تهددوا لنقم بمشاريعنا ولنترك هذه الإملاءات بحياة بورقيبة. بورقيبة لازال حي، وهو أحمد بن الأسد وحسين بن لاش فقط، الآخرون إذن لم يبدوا أي اعتراض على هذه الاختيارات. ثم الجانب الآخر الذي يجب أن نذكر به وهو في اعتقادي جانب هام جدا، لم يتم احترام المقتعد القانوني الذي يسير المؤسسة البلدية، الترسانة القانونية التي تسير المؤسسة البلدية، لأنه النص واضح ليس لها لا شأن في التدخل في التجهيز الذي يعود إلى وزارة، ولا شأن لها في تدخل الشأن التربوي إلا في شكل إعانات في إطار نشاطها التربوي الثقافي، وكذلك إذا لها ممثلين داخل المؤسسات الصحية بفعل القانون، ولكن حملت نفسها اعتذادا واستجابة لقرارات مركزية وشأنها شأن البلدية الأخرى فغرقت في الديون. يعني المؤسسة البلدية هنا حلت محل الدولة في شراء الضيعات المعمرين منها ضيعات مشكة، إذن اشترت ضيعات في الساحل ثم فوتت بالبيع أيضا، وكذلك لها مداخيل لم يتم تحيينها، سوق قريعة ما فاز به محمد قريعة وإذن بناه بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن مداخيل هذه الدكاكين مداخيل الأسواق، وأنا قد تطرقت في جزء من تاريخ المؤسسة البلدية في علاقتها بالأسواق المستلزمة، كيف يمكن إذن مراقبة هذه الأسواق وكيف يمكن مراقبة مداخيلها والاستفادة منها. كان الأمر صعب جدا، لماذا؟ جداً. لأن المؤسسة البلدية تعود بالنظر آنذاك إلى الإدارة الجهوية والمحلية بوزارة الداخلية وكانت بطبيعة الحال مقيدة. فذكرت فيما كتبته مؤسسة تمثيلية مأسورة، لأن القوانين التي كانوا يعملون بها والتوصيات التي كانوا يتلقونها هي في حقيقة الأمر توصيات آسرة، لا يمكن إذن لهذه النخبة أن تجد مجالا من الحرية لإيجاد تصورات وإذا خطط واستراتيجيات مخصوصة بالمدينة. ناهيك أن جزء كبير من المخططات الثلاثية التي كانت تقوم بها هذه النخب أو هذه المجالس البلدية هي مشتقة من المخططات الوطنية، يعني مجال التصرف كان مجالا ضيقا، والقانون ضيقا جدا. والقانون هنا أعود إلى الكتاب الذي تحدث عن استراتيجية التصرف المالي حينما يقول 80% من قيمة الميزانية الفارطة، يعني بالقانون لا يمكن أن يحدد ميزانية تفوق 80% من الميزانية إذن السابقة، وهنا قيد جديد وأصبحت هذه النخب نخب مأسورة، ولكن إضافة إلى أسرها في إطار إذن ما سلط عليها هي أسرت نفسها لأنها استجابت دون إذن أن تعلن ولو
احتجاجا ولو امتعاذا ولو تذكيرا ولو لفتا للانتباه على أن للمدينة حاجيات مستعجلة وأن المدينة يجب أن تستجيب لحاجيات سكانها تابعين لها، السلطة البلدية تستجيب لحاجيات سكان الحزم البلدي وتهيئ الظروف لمستقبل الأجيال. فالنتيجة هو كما نعلم الوضعية التي تعيشها مدينة صفاقس تو هي موروثة، وهناك شيء بطبيعة الحق الموروثة ليس بالضرورة يعني الفترة الاستعمارية، موروثة مع الهيئات البلدية، فلا هي مدينة استجابت لحاجيات سكانها ولا هي مدينة قادرة على احتضان مستقبلها. وهنا لابد من العودة للنظر صحيح الجانب القانوني هام جدا، والجانب القانوني راه القانون جعل نعمان جدير بذلك وهو الأقدر، استعمل صيغة التفضيل أنا باش نجاوب على النقطة هذه. القانون جعل الاحترام لا للاختراق، لا لوي فيت بور اتر ريسبكتي نو با بور اتر فيولي، وخاصة لدى مسؤول. ثم الجانب الآخر أن القانون هذا هو قانون يتيح لك التصرف، لا تتيحه لك ولا شخصية ولا ديوان سياسي ولا، لكن لم يكن بوسعهم أن يقولوا لا، لأنهم لأن دورهم قد قبلوه منذ الآن الأولى، وهو تحقيق التناسب الإداري السياسي في المؤسسة. قبل نعمان مزيد والدكتور سمير البرشاني، الأستاذ فتحي العايدي، والبحوث خاصة منها الأكاديمية في مواضيع المؤسسات التمثيلية كالبلدية والحجرات الاقتصادية ومجالس القيادة ومجالس الجهات، وهناك عمل لو اثنين حول المجلس الشوري والمجلس الكبير، هذه ما يسمى بالمجالس النيابية والتمثيل. هناك نقص كبير، ولماذا هذا النقص الكبير؟ ربما سأعود عليه، سأعود للحديث عن المصادر بعد قليل، لكن لو تقرب المصدح، لكن أريد أن أؤكد على نقطتين ربما في نفس الإطار، لكن ربما هناك التواصل ما ذكره صديقي اسمه محمد جربي، وفي إطار ما أنا بفضل العمل حول مؤسسة تمثيلية أخرى هي الحجرة التجارية المعروفة حاليا بالغرفة التجارية. أول المؤسسة اللي قلت أن البلدية هي الوحيدة التي لم تعتمد، هنا قلت هناك عدة مؤسسات تمثيلية، لكن هي المؤسسة الوحيدة التي لم تعتمد على الانتخاب خلال الفترة الاستعمارية، وكان أعضاؤها يعينون طبقا لمقاييس عديدة منها الإمكانات الاقتصادية والعلاقات السياسية والولاء إلى غير ذلك. وأول انتخابات هي وقعت في 53 كان قطعها تونسي، يمكن نقول انتخابات مقبولة نسبيا 57 رغم أنها كانت كذلك انتخابات الحزب أو كانت موجهة من طرف الدولة. النقطة الثانية هي أنا تحققت هناك مؤسسات تمثيلية عديدة، فالبلدية لم تكن تعمل بمعزل عن هذه المؤسسة، فأنا قد صحيح. تبينت أن هناك علاقة وطيدة بين المؤسسة البلدية بين الحجرة الاقتصادية بين مجلس القيادات مجلس الجهات، هناك علاقة. مثلا هناك من يمثل الحجرة في البلدية، هناك من يمثل البلدية في مجلس القيادات، في مجلس طبعا مثل التونسيين في مجلس الجهات هناك يعني عدد معين، هناك 6 ممثلين على البلدية في المجلس الشوري ثم المجلس الكبير بداية 1922، يعني البلدية كانت حاضرة. وربما ما أثارني من خلال بعض البحوث هو أن كثرة هذه المجالس التمثيلية، ولاحظت كذلك أنها تناقش تقريبا نفس المواضيع. سي محمد، الموضوع الذي يطرح في البلدية يناقش كذلك في مجلس الجهات، يناقش في المجلس الكبير، يعني هل هذا لمزيد التدقيق أو أنه حسب رأيي كما قلت أنا في بعض كتابات وربما كذلك لا يمكن أن نخرجه من عملية إلهاء للأعيان أو للنخبة إذا أردنا.